تخيلوا معايا كيف ممكن بيبي مولود بصفحة بيضة، مولود بكل براءة، مولود بفكر انه المي بتنمضغ والاكل بنشرب، يكبر ويرتكب بعض الشغلات والجرائم اللي احنا ما بنقدر نتخيلها، شغلات بشعة قذرة، دماغه بتلوث. فالسؤال هو هل في منا والله ناس بنولدوا عندهم جينات الاجرام؟ هل عندنا احنا جينات اجرام اصلا من اول؟ لانه لو في هذا بكون اشي مثالي. بتصدقوا في فكرة حلوة، شوفوا هالفكرة العبقرية هاي تبعتي. اذا احنا عندنا جينات اجرام، اوكي، ما علينا غير انه احنا نفحص كل بيبي بينولد في العالم، شوف اذا عنده الجينات. فإذا لقينا عنده جينات الإجرام هاي، منودي هذا البيبي على حضانة مجرمين في مركز الشرطة. هي حضانة بس في مركز الشرطة، بس يكبر بروح على مدرسة مجرمين في مركز الشرطة كمان، عشان ما يطلعش وما ينتشرش عنا إحنا في المجتمع. بس شوفوا إيش أحلى جزء، أول ما يجي على السن القانوني 18 أو 21، بح منحط من كلبشه، منحط حواليه هاندكوفز، وعلى طول بنبعته على السجن مؤبد. خلاص المجرم هذا ما دخل على مجتمعنا. كيف بس الفكرة؟ وموسى يا حبيبي انت عبقري يا ابني. ايه ده؟ ده احنا كلنا دمعنا حبيبي. ايه ده؟ هسمح لكم، هترك لكم دقيقة بس تزقفوا لي. يعني علي فكرة عبقرية صح؟ بس هيك احبس الناس وحطهم. طبعا هلا بعيد عن المزح، يعني حتى لو احنا عندنا شيء اسمه جينات اجرام، طبعا منقدرش احنا نقعد نحبس الدنيا كلها هيك، لانه بالنهاية شو لو الشخص تغير؟ شو لو الشخص والله طلع يعني بعيد عن القاعدة هاي، هو عنده جينات اجرام بس ما طلعش مجرم. غير هيك والمشكلة الاكبر زي ما حنكتشف في الفيديو، انه ما في اشي اسمه جينات اجرام، ولكن في عوامل بتأثر على الناس اللي بيكبروا بصيروا مجرمين، او حتى الناس اللي بيكبروا بصيروا عنصريين. العنصرية كمان مشكلة كتير كبيرة وللأسف لا تزال موجودة في عالمنا الحالي. فبهذا الفيديو حنتطلع احنا على شو هاي العوامل اللي بتأثر على العنصرية، وشو العوامل اللي بتأثر على الإجرام، وبنشوف هل في منها عوامل طبيعية، هل في ناس بنولدوا هم مجرمين، بيبي بنولد بإيده سلاح مسدس وسكين، هل في بيبي بنولد وهو عنصري بقعد بفرق بين الناس حسب الدين وحسب لون الجلد وحسب شغلات كتيرة، ولا هاي كلها بسبب تأثير الأهل وتأثير المجتمع؟ خلينا ندخل في الفيديو على طول. حنبلش أول شيء في عالم العنصرية. أول شيء حنتطلع عليه هو إذا في عوامل طبيعية بتخلي الناس تنولد وهي عنصرية. خلينا نشوف البيبي وهو صغير طالع من بطن أمه، هل بفرق الناس حسب لون الجلد ولا لا؟ بداية من نشوف بحث من APA.org أو American Psychological Association أو المؤسسة الأمريكية لعلوم النفس. شو بيحكي لنا البحث هذا؟ تخيلوا إنه البيبي لما يكون بين 6 أشهر و12 شهر ببلش يوري الأفضلية بالتعامل للناس اللي عندهم نفس لون الجلد تبعه. تخيلوا معاي انه لما البيبي يصير عمره 7 أشهر في مواقف ما بيكون هو مألوف لها، على الأرجح انه هو يتبع بعيونه الناس اللي عندهم نفس لون الجلد عن الناس اللي لون جلدهم اشي مختلف. في الحالتين احنا عم نطلع على جميع انواع البيبيات. وتخيلوا انه البيبي لما يوصل 9 أشهر فقط، ما وصل سنة حتى، لسه يدوب طالع من بطن امه، هذا البيبي اللي عمره 9 أشهر صار يربط وجوه الناس اللي هم من نفس بشرته باغاني فرحة، اغاني سعيدة، ويربط الناس اللي لون بشرتهم لون مختلف باغاني حزينة. تخيلوا سبحان الله، عمره 9 أشهر. يعني اوكي محمد، واضح انه البيبي لما ينولد بطبيعته هو بقعد بفرق وبيميز، تمام، بس احنا ما حكينا بيميز اشي منيح واشي سيء. ها البيبي عمره 9 أشهر ما بقعد بضرب وبسبسب، اللهم بس التطلعات التصرفات، وهذا شيء طبيعي، انت بتميل للشغله اللي انت متعود عليها او الشغله اللي بتشبهك، طبيعي. خلينا نشوف الامور وين بتصير انترستينج، مثيره للاهتمام. منشوف مقال ومنشوف بحث من بوسطن يونيفرسيتي او جامعه بوسطن، وهذا المقال ركز على العنصريه بس من وجهه نظر الاهل. فقال لك يا اخي العنصريه منتشره احنا في العالم، نشوف احنا الاهل شو وجهه نظرهم بالموضوع. طب بدايه خلينا نسال هالسؤال، هل الأهل أصلاً مرتاحين أنهم يفتحوا موضوع العنصرية مع أولادهم؟ وهون إحنا بنحكي عن الأهل اللي لون بشرتهم فاتح والأهل اللي لون بشرتهم غامق. البحث طلع وقال لك يا محمد الأهل من الجهتين مش مرتاحين ومش عارفين كيف يفتحوا الموضوع مع أولادهم. تخيلوا. غير هيك الأهل من الجهتين عندهم سوء فهم من ناحية تقديرهم للسن اللي أولادهم ببلشوا يفهموا فيه موضوع العنصرية، أو موضوع إنه في ناس عايشين على كوكب الأرض لون بشرتهم مختلف عن لون بشرتك. فلما الباحثين سألوا الأهل قالوا لهم طيب احذروا أنتوا بأي عمر الأولاد ببلشوا يفرقوا إنه والله في واحد بشرته فاتحة واحد بشرته غامقة. بالإجماع الأهل لما حذروا إجاباتهم كانت خاطئة بفرق 4 سنوات ونص. 4 سنوات ونص.
انتم متخيلين قديش الاجابه غلط هاي؟ يعني احنا عم نحكي انه البيبي عمره 3 اشهر و6 اشهر و9 اشهر، يعني كل شهر بفرق بالنسبه للبيبي. انت جيت احذرت 4 سنوات ونص غلط من الاجابه الصحيحه. فواضح انه الاهل لهم دور كبير في المشكله اللي عم بتصير في مجال العنصريه. طيب الباحثين قال لك شكلهم الاهل هدول بدهم نفض للمعلومات، بدهم سوفت وير ابديت للمعلومات. قالوا لهم اسمعوا، الاطفال بقعدوا بيميزوا الوان الجلد المختلفه من قبل ما يصير عمرهم سنه. قالهم تعرفوا يا سيدي الطفل وهو عمره 6 اشهر بقعد يميز انه هذا زي لون جلدي وهذا زي لون جلد مختلف. وقولوا هاي المعلومتين احنا سمعنا عنها قبل شوي، ولكن هاي المعلومه حتفاجئكم. لما يصير عمره 5 سنوات بيشوف لون الجلد المختلف عن لونه وبيصير يربط ميزات سلبية أو سيئة مع هذا اللون بناء على الشغلات المنتشرة بين أهله وبين مجتمعه. هذا بعمر 5 سنوات. فهون أكيد هاي كانت مفاجأة بالنسبة للأهل إنه هو صغير هالدرجة، صغير دوب عم بيعرف يحكي، عم بيعمل هاي الشغلات. يس نعم، وهذا بحث من جامعة محترمة. بس الباحثين قالوا لهم لحظة شوي قبل ما تتوتروا اطمنوا. ليش؟ لأنه it's never too late. اوكي شو يعني it's never too late؟ قالوا لهم الاطفال لما يوصل عمرهم 10 سنوات بيصير عندهم قدرة ما كانت موجودة عندهم من قبل، وهاي القدرة هي انهم يحسوا بشعور الاخرين بسبب اقوالهم وافعالهم هم. يعني الطفل لما يصير عمره 10 سنوات لما يحكي او يعمل شغلة بيقدر يحس غيره شو عم بيشعر بسبب الافعال والاقوال. فقالوا لهم بهذا السن بال10 سنوات لو انتوا وريتوا الاطفال انه العنصرية شغلة مؤذية، شغلة ممكن تجرح المشاعر، هذا ممكن يعيد برمجة الطفل ويعيد برمجة الصفات اللي هو عم بيربطها بألوان جلد معينة أو ألوان بشرة معينة. طيب إحنا اطلعنا على بعض العوامل الطبيعية وبعض عوامل الأهل والمجتمع على الطفل من ناحية العنصرية. خلينا ننتقل على موضوع شوي عميق، موضوع الإجرام، وهذا موضوع واسع، مجال واسع وفي تخصصات داخلة فيه وأبحاث كتيرة. فالسؤال مرة تانية، هل البيبي بينولد مجرم؟ هل بينولد وهو سفاح؟ هل بينولد وهو يعني داخل على الدنيا وبس نيته يقتل؟ خلينا مرة تاني نشوف لما ينولد شو بكون وضعه. خلينا نطلع على مقال من uscourts.gov أو المحاكم الأمريكية. فالمحاكم الأمريكية كمان عملت أبحاث بناء على المجرمين اللي دخلوا عليها عبر السنوات. فالباحثين قال لك لحظة شوي، إحنا عندنا كمية مجرمين، بدنا نلاقي قاسم مشترك بيناتهم، بدنا نعرف إحنا على الأقل نحاول نمنع المجرم من إنه يصير مجرم، بدنا نشوفه هو صغير، كيف نقدر نميز المجرم عن الشخص الطبيعي أو الشخص الإنسان المسالم. فشو عملوا؟ جابوا 1000 شخص وقيموهم حسب الصحة الذهنية. من بين 1000 شخص بدنا نلاقي أكتر واحد صحته الذهنية ممتازة وأسوأ واحد صحته الذهنية مش طبيعية، صحته الذهنية متدهورة. وبدنا نرتب الناس بالنص. اكتشفوا أنه الناس اللي هون اللي على الطرف هذا اللي هم 20% اللي صحتهم الذهنية أسوأ إشي مقارنة بغيرهم، هدول 20% لحالهم كانوا هم سبب أكثر من 80% من الجرائم. تخيلوا 20% من هاي الفئة كانوا هم سبب 80% من الجرائم بسبب النقص في الصحة الذهنية اللي عندهم. شو قصدنا بالصحة الذهنية؟ الصحة الذهنية بتقيس أكثر من عامل، واحدة منهم اللغة، واحدة منهم سرعة ردة الفعل، واحدة منهم حركة الجسم الطبيعية، واحدة منهم المهارات الاجتماعية. فقاسوا أكثر من شغلة وهذا أعطاهم علامة للصحة الذهنية وقيموهم. قال لك طيب ماشي الصحة الذهنية اتفقنا، خلينا إحنا نحاول نلاقي عوامل تانية. فأخذوا نفس 1000 شخص وقسموهم حسب الوضع المادي، الوضع المادي الفقير، المتوسط والغني المرتاح. اكتشفوا انه 20% اللي صحتهم الذهنية متدهورة اغلبهم غالبيتهم متواجدين في الفئة الفقيرة. وحنشوف احنا بعدين تأثير الاهل وتأثير المجتمع، ولكن الفقر وانه الولد ينولد على فقر، طب هذا مش ذنبه، هذا له علاقة جزء كبير بقرارات اهله اللي اتخذوها وين اهله قرروا يربوه فيها. فلما تشوف انه 80% من الجرائم بتصير بسبب 20% من الناس واغلبيتهم عايشين باوضاع فقيره، واحد بيقول واو عنجد شيء فظيع. بس العلماء حاولوا بدهم يشوفوا هل في جينات، هل في شغله والله في الدي ان اي بتعمل هذا المجرم، يعني شفنا والله الصحه العقليه لها دور. فاجوا جابوا توائم، وتوائم من انواع مختلفه، اللي ضلهم عايشين مع بعض، اللي تفرقوا وهم صغار، يعني ضلهم يشوفوا انواع مختلفه من التوائم. ومع انه جربوا وقاسوا وحاولوا ما لقوا اي قاسم مشترك بين التوأم اللي بيكبر وبيصير مجرم والتوأم اللي بيكبر وبيصير بني ادم طبيعي مسالم. بس شغله اكتشفوها انه الامراض النفسيه تلعب دور كبير بانه الطفل لما يكبر يصير له ميول اجراميه. امراض نفسيه، الامراض النفسيه هلا في ممكن يقول محمد انولد فيها، صح ممكن. خلينا ندخل هلا على تاثير الاهل ونشوف اول نقطه. تمام، موقع National Institute of Justice NIJ شو بيقولوا لك؟ الاطفال
اللي أهلهم إمهم أو أبوهم بنحبسوا بيقضوا وقت في السجن بتزيد فرصهم بالاكتئاب. أوه فمعناته الاكتئاب مش شرط إنه هذا إشي نولد فيه الطفل، هذا ممكن يكون إشي بسبب أهله، بسبب قرارات أهله. أول جملة لسه ما بلشنا، ما قلنا بسم الله. جاهزين ندخل على تاني معلومة مفاجئة؟ موقع اسمه ماريبيديا عبارة عن مجموعة من الأبحاث حاطينها مع بعض في مقال واحد. الموقع شو بقول لك؟ وانتبهوا على هاي الجملة لأنها حتفاجئكم. غياب الأب عن حياة الطفل هو أهم وأكبر عامل في أن الطفل يكبر ويصير مجرم. بالإنجليزي The absence of the father is the single most important cause for a crime. تخيلوا ليش؟ بقول لك انه لما الولد بالذات الاولاد البويز ينولدوا وهو طالع من بطن امه الاب مختفي عن الحياة، ما بنحكي الاب غايب انه ما كان موجود في غرفة الولادة، لا، الاب سحب حاله وطلع من حياة الام وابنها. اي ولد بيتعرض لهذا الموقف لما الاب يغيب عن ابنه من يومة الولادة لعبه ما يكبر، فرص انه هو يصير مجرم بتزيد بثلاث اضعاف. ولو الاب غاب عن حياة ابنه لما الابن يكون ما بين العشر سنوات والأربعتاشر سنة، فرص انه الولد هذا يصير مجرم بتزيد بضعفين. كل هذا عشان غياب الاب عن حياة الابن. طيب يعني الاباء هم اساس الاجرام؟ لا، شوفوا تأثير الامهات. البحث بيقول لك في اول سنتين من حياة الطفل اذا علاقته العاطفية مع امه، يعني ما بقدر يحضنها، ما بقدر يرضع منها، ما بقدر يشعر بالحنان منها، لما هاي الشغلات في اول سنتين ينحرم منها الطفل، هذا الاشي بيتسبب في ضرر دائم على مشاعر الطفل. هذا معناته انه هذا الطفل ما حيقدر يوثق في الناس بسهولة لما يكبر، وما حيقدر يحس بالمشاعر بطريقة طبيعية لما يكبر. وهذا اللي احنا بنشوفه في المجرمين، مش دائما بنقول يا الله هذا ما عنده مشاعر، ما عنده قلب، ما بحس. اذا والله انحرم من حب امه لما كان صغير، ما بحس، وهذا الاشي ما منلام. هاي سنوات جدا حساسة من حياة الطفل، فلما ينحرم من امه بقية حياته انساها. وبقول لك لو الطفل كبر حوالين امه وعلاقته مع امه كانت منيحه، في فرصه عاليه جدا انه تكون علاقته مع زوجته علاقه منيحه. والابحاث ورت انه لما تكون علاقتك مع زوجتك منيحه هذا بيقلل من الاجرام، يعني في علاقه ما بين قوه الزواج وانخفاض الاجرام. هلا صح اكيد في مجرمين متزوجين، حالات استثنائيه. فهون احنا بنشوف انه الاهل، تخيلوا قديش تاثير الاهل إشي ضخم. احنا ما دخلنا في تفاصيل كتير، احنا بس حكينا عن الغياب. بس لو الاهل غابوا، ما بنحكي لو الأهل والله أذوا في البيت، اتمادوا، سبوا، بس غياب، طلع الغياب قديش مؤثر. وطبعا الأبحاث كتيرة لما يحطوا في بيئة سيئة أصحاب السوء، مدارس سيئة، مجتمعات ينتشر فيها الكحول والمخدرات، أكيد لها دور. بس إحنا بس ركزنا على نقاط سريعة. فبنهاية الفيديو في ناس يمكن تقول بتعرف محمد، الحمد لله لا أنا ولا أي حد من عيلتي مجرمين، الحمد لله ناس مسالمين موجودين، نعبد ربنا، نعيش هالحياة وبعدين نرجع للي خلقنا. فيعني باختصار محمد الفيديو هذا مش كتير بخصني لأنه الحمد لله إحنا مش مجرمين. بس بدي أوقفكم هون لأنه في نقطة كتير مهمة. من النقاط البسيطة اللي إحنا شفناها اليوم إنه الشخص المجرم أو حتى الشخص العنصري ما بنولد عنصري وبنولد مجرم، لا، خلينا نقول إنه إحنا عندنا مقياس على واحد من الأطراف بني آدم نظيف رائع جيد ممتاز، وعلى الجهة الثانية بني آدم مجرم قاتل معتدي من أسوأ ما شافته البشرية. فالطفل لما ينولد الظروف الطبيعية بتحطه على هذا المقياس، وطبعا الظروف الطبيعية ممكن تحطه أقرب على الجهة السيئة، ممكن تحطه أقرب على الجهة المنيحة، ولكن عوامل الأهل وعوامل المجتمع هي اللي حتدفشه وتدفعه وتحرك مكانه على جهة أكتر من جهة حسب. فهذا استنتاج كتير مهم، استنتاج مهم لأنه إن شاء الله أنا وإنتو مقبلين على زواج، إن شاء الله أنا وإنتو يا رب يرزقنا جميعا أزواج وزوجات صالحة. إحنا في ورانا مسؤولية كبيرة تبدأ في اختيار الزوج أو الزوج الصالحة، ثم يتبعها المكان اللي إحنا نعيش فيه، البيئة اللي نعيش فيها، كيف بدنا نربي أولادنا وبناتنا. لأنه أفعالنا زي ما أنتوا شفتوا أفعالنا، ولو حسينا إنه والله أنا غبت وريحتهم مني، لا، أفعالنا بتأثر عليهم بطريقة مباشرة جدا. ولا تستهين أبدا إنه ابنك بسبب إهمالك أو بنتك أو بنتك أو ابنك بسبب إهمالك يطلع شخص يتسبب بالضرر للمجتمع، يطلع شخص الناس تكره وجوده حواليها، يطلع شخص الناس تدعي يا رب تخلصنا منه. تخيلوا الشعور قديش سيء، حدا يدعي لربنا إنه يتخلص من ابنك أو بنتك، تخيل بس. وعلى فكرة انتم مفكرين المجرمين هدول السفاحين، السفاح انا بستخدمها اليوم بطريقة سلبية، سفاح حرفي. انتم مفكرين انه اهلهم ربوهم على اساس يطلع مجرم، على اساس انه ان شاء الله بس يصير عمره 40-50 سنة يدخل السجن ويقضيها مؤبد؟
أكيد لا، اقرأ عنهم بتلاقي حياتهم كانت عادية، الأهل كانت تربيتهم تربية عادية، ويمكن هذا ولد من بين 4 أو 5 الباقي عاشوا حياة عادية، ولكن هذا الشخص الواحد يمكن تم إهماله، ما تمت مراعاته، وانطلق وأدى فيه الموضوع بكتب التاريخ بطريقة سلبية. فعشان هيك إحنا دورنا إن شاء الله يا رب يرزقنا الذرية الصالحة، ويا رب يرزقنا الزوجة أو الزوج الصالح. فمسؤولية كتير كبيرة ولازم إحنا نخليها في بالنا، خصوصا لما نشوف احنا الشغلات البسيطه هاي كيف ممكن لو استمرت على مدار سنوات تؤدي لنتائج كارثيه. فحابب بنهايه الفيديو بس اصفق لاهلكم على تربيتهم، يعني حابب اهني اهلكم انهم ربوا اولاد وبنات ناضجين مؤدبين محترمين. كيف انا بعرف انه هاي الشغلات كلها موجوده فيكم؟ انكم تحضروا فيديوهاتي. انا ما بحضر فيديوهاتي الا الناضج والمحترم والمؤدب واللي اهله تعبوا عليه. ف ثاني من وقتكم بس زقفوا لاهلكم تقدير، احترام وتقدير لأهلكم. أهلي والله أهلي أبدعوا، أهلي رب واحد ما في زيه. طلعوا علي ما شاء الله علي، إشي رهيب. لازم أتعلم منهم كيف يربوا واحد، لأنه بدي أولادي يطلعوا تخيل أولادي يطلعوا أحسن مني، يا إلهي كلها ولسه ابني يطلع أحسن. واو إشي صعب الواحد سوري تليفون. هلا ألو سامعك. آه تفضل. مشغول اكيد مشغول، عم بصور حضرتك. مش عارف انك بتحكي مع واحد من اكبر جماعه السوشيال ميديا. او هذا واحد من جماعه جنس ارقام قياسيه. تفضل حبيبي تفضل. لا 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 مش مشغول. لا 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 تفضل تفضل. او حابب تهديني جائزه جنس لاكثر واحد متواضع؟ هو بصراحه مش متفاجئ ابدا، مش متفاجئ لا، يعني مستنيها صار لي فتره منك، بس يلا مشيت لك اياها. طيب تبعت لي اياها اليوم. يا هذا نفسه هيك بتصور معاه. تمام. طيب اكثر واحد عنده متابعين على السوشيال ميديا. واو لا شوف استنى عليهم شوي، لانه هم لسه في زحمه على الطريق، في زحمه على الكبسه، فلسه بدهم وقت. هيهم عم بكبسوا بس بدهم وقت شوي ولا يهمك. خلاص خليها هي جنبك، اللي انه جائزه اكثر واحد عنده متابعين على السوشيال ميديا خليها جنبك على جنب، وصل ليها بكره مش اليوم، اعطيها شويه وقت. يسعدك. لو اتصل في اي وقت انا، لا انت لما تصل انا ابدا مش مشغول. بستنوا الشباب والبنات ولا يهمك. يلا سلام. فجنس عشان هيك التواضع في آخر كم فيديو، اللي ما شاف الفيديو الماضي كمان كان في كمية تواضع، حكيت مع جيمس بوند بنهاية فيديو كيف تتحكم في الغضب، فجيمس بوند اتصل وطبعا يعني كان موقف متواضع جدا مني، فالحمد لله مثال على التواضع أنا في آخر كم فيديو. فاتصلوا ولحظة شوي ماله هالتليفون. ألو مالكم يا جماعة، هلا تذكرتوا تتصلوا في جائزة نوبل؟ جماعة النوبل لحظة اي جائزة؟ النوبل السلام. اوكي انت سمعتوا الاقتراح اللي حكيته باول الفيديو انه واو انت مفكر عظيم، عندك العقل ده، انه الطفل لما ينولد نحطه في حضانة بتاعت الشرطة، بعدين نروح على مدرسة شرطة، بعدين نحطه في عجبتكم عشان نتخلص، احنا تخلصنا من الاجرام هيك. الله جائزة نوبل يعني انا صراحة مستني منكم، يعني صار لي فترة كمان، بس يلا مش مشكلة. قديش متواضع؟ ما قبل شوي تعاون جنس اتصلوا فيه حيعطوني جائزة أكثر واحد متواضع. يا هاي على الطريق. وكمان ما معك حق، كمان جائزة أكثر واحد عنده متابع، بس قلت لهم هاي أخروها هاي. زحمة 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 يا أخي، أنت فكرك ملايين بيحضروني على اليوتيوب. زحمة شوي. طيب تأخر. بس ها بتاعت النوبل وصل ليها اليوم بالله عليك. ها اترك ليها على الباب أنا بفتح. لا حبيبي لا مشغول ولا أي شيء، أنت اتصل في أي وقت ما في مشكلة. أوكي حبيبي سام يابا. يوم حافل هاي جائزة نوبل على الطريق كمان. يلا جميل مناش نطول عليكم. لأي حدا ما شاف الفيديو الماضي اللي حيكون هنا عن أهمية إنه إحنا نغير حالنا قبل ما نشوف التغيير في الآخرين، يعني التواضع أنا ما كان وصلت له هذا، وإن شاء الله أنتوا تتعلموا من هذا التواضع، فكان لازم أغير من حالي وأكون مثال وقدوة. وهي شوفوا التواضع، شوفوا يعني نوبل وجنس هاي بتقاتلوا علي، بيرنوا علي وانا بصور، فما بالكم خلف الكواليس وراء الكاميرا مش ملحة يعني. الله يعين يعني جود بزنس. على كل حال انتوا لما تشوفوا هذا الفيديو حيكون صار عمري 23 سنة. باركتولي يلا باركولي 23 سنة. بس عن جد شكرا كتير، اخر 3 سنوات من حياتي تغيرت تغيير جذري بسببكم. يعني بفضل رب العالمين اولا، ثم بفضل دعمكم، وان شاء الله اذا احنا مستمرين وانا مستمر ان شاء الله وقدره ربنا يحفظنا جميعا يا رب، احنا مستمرين مع بعض، فان شاء الله انا متاكد السنوات القادمه حتكون اكبر واكبر، انجازات اكثر، شغلات جديده اكثر، اكتشافات اكثر، تطورات اكثر. فشكرا كثير لكم. يعني انا بصور الفيديو عمري 22 سنه، بس حينزل الفيديو لما يكون عمري 23 سنه بس للتوضيح. واللي حابب يبعت جوائز وحابب يبارك يعني بجوائز
يعني مع انه حتوصلني نوبل وحيوصلني جنس، بس انه يعني لسه يعني لا يمنع انكم تبعتوا لي، ابعتوا بارك الله فيكم يعني انه ما مش حقول لا، ف يعني انتم حرين من هالناحيه. اوكي بكفي، وان شاء الله الجمعه الجاي او السبت الجاي حنصور انا والشباب فيديو كتير حلو، تنويع شوي، تغيير، بريك عن الفيديوهات الموجوده في الغرفه، فان شاء الله يعجبكم. هذاك حيكون فيديو ترفيهي اكثر مما هو تعليمي او توعوي، فان شاء الله يعجبكم. كمان طولت عليكم على فكره، هاي ثاني مره بصور الفيديو هذا، اول مره اخذ مني تقريبا ساعه والفيديو صار فيه مشاكل ومش راضي يبعت، فاضطريت اعيده مره ثانيه. الساعه هي 9:30 مساء، هي كان غطي المسجات 9:30.